السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. في هذه الآية المباركة بعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى قسما من الأنبياء كما تقدمت أحوالهم في بعض الآيات، يقول إن من صفاتهم أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسرعون في أعمال الخير، هاي صفة، ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعون الله رغبة في ثوابه ورهبة وخوفا من عقابه، هي الصفة الثانية. والصفة الثالثة وكانوا لنا خاشعين، أنهم كانوا خاشعين خاضعين لله تعالى. الصفة الأولى أنهم كانوا يسارعون في الخيرات، السرعة في عمل الخير. أولا عمل الخير، وثانيا السرعة في عمل الخير. لماذا السرعة؟ لأن الإنسان لا يعلم أجله. الآن هؤلاء الجالسون هنا، وهذا الإنسان الذي يتكلم، وهذا الإنسان الذي يسمع، هل نعلم أجلنا؟ القليل جدا وهو في المستشفى ومصاب بالسرطان او بانسداد في الشرايين او بما اشبه، الطبيب يقول له بعد 20 ساعة، بعد 10 ايام، بعد 3 اشهر تموت. هذا قليل جدا، يعني اذا حسبت بين 1,000,000 انسان لعل 100 انسان يعلم اجله، ذاك مو علم قطعي، علم احتمالي. ولذا كثيرا مع الاطباء يقولون فلان يموت في فلان يوم، بينما يموت قبله وبينما يموت بعده. هذا شيء واضح، الانسان لا يعلم متى يموت، لذا يسرع في الخير، يسارعون في الخيرات. إذا لم يعلم الإنسان مصيره وفي أي وقت يموت وإلى أي أمر ينتهي، هذا الإنسان من الأفضل أن يسرع في الخير. الإنسان إذا كان من أهل الآخرة فوراءه جنة عرضها السماوات والأرض، وإذا كان من أهل الدنيا فوراءه الذكر الحسن. هذا عمل هذا العمل يذكر فيشكر. إننا يا إخوان ويا أخوات كلنا مصيرنا التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، يعني مرة أخرى. كلنا خلقنا من التراب وكلنا مصيرنا التراب، لا شك في هذا. أما أنه خلقنا من التراب له منطق علمي وله منطق خارجي. المنطق العلمي من أغرب الأمور أن الإمام الصادق قبل 1,300 سنة
قال الإمام الصادق في حديث له إن كل عنصر في التراب موجود في جسم الإنسان. هذا الشيء المؤمنون بالإمام الصادق كانوا يصدقونه إيمانا. نحن المؤمنين بالله برسوله بالأئمة الطاهرين نصدق أي شيء إيمانا. إذا قال هؤلاء علمنا أو لم نعلم، وإذا لم نعلم نقول آمنا بالله، آمنا بأنبيائه، آمنا برسله، آمنا بالأئمة الطاهرين خلفاء رسول الله. أما الذين ما كانوا مؤمنين كانوا يتعجبون كيف أن كل عنصر في الأرض موجود في بدن الإنسان. التراب شيء وبدن الإنسان شيء آخر. العناصر سابقا قبل الاكتشافات الحديثة القدماء من اليونانيين والفلاسفة والأطباء والحكماء كانوا يقولون لنا عناصر أربعة: الماء، الهواء، النار، التراب. وكانوا يعدون التراب عنصرا مجردا، والماء عنصرا مجردا، والهواء عنصرا مجردا، والنار عنصرا مجردا. بعد ذلك تقدم العلم، اكتشف ان العناصر خمسة مو اربعة، ستة، سبعة، عشرة، وصل الى 70 عنصر اساسي. وبعد ذلك اكتشف الى اليوم الذي اتكلم فيه معكم، اكتشف ان العناصر التي بعضها غير بعض 102 عنصر. القدماء كانوا يقولون العناصر فقط اربعة، 4000 سنة، 5000 سنة كانوا يقولون العناصر فقط اربعة. لكن بعد ذلك بتقدم العلم انكشف ان العناصر الموجودة في الكرة الارضية وما حولها 102 عنصر. ولا يعلم ان في سائر الكواكب والاجرام هل هنالك العناصر تتشابه عناصر الارض كلية او جزئية. هذا مما لم يكتشف عنه العلم، لأن العينات فقط أخذت من القمر، أما غير القمر لم يؤخذ منها عينات إلى الآن. ولو أنهم الفلكيون يحتملون احتمالات في عناصر الشمس أو الزهرة أو الزحل أو ما أشبه، لكن مو علما قطعيا 100%. عناصر الأرض اكتشفت أنها 102 عنصر. الإمام الصادق كان يقول إن كل عنصر في الأرض موجود في جسم الإنسان. هذا الحديث المؤمنون يقبلونه تعبدا، كل من عند الله، ولو نحن لم يصل علمنا إلى هذا الشيء. وكان الإمام الصادق يقول إن بعض العناصر الموجودة في جسم الإنسان أكثر من العنصر الآخر. وكان يقول الإمام بالذات إن أربعة عناصر موجودة في جسم الإنسان أكثر من سائر العناصر. غير المتدينين والمؤمنين كانوا يقولون هذا خيالا أو تجديفا أو ما أشبه. حتى جاء العلم واكتشف الأطباء صدق مقالة الإمام الصادق 100%. وفي الحقيقة هذا الحديث الصغير إعجاز من الإمام الصادق، أن الإمام الصادق في يوم أن البشر لم يصل إلى هذا الشيء، لأن قرن ونص وصلوا إلى هذا الشيء، وهو أن العناصر أكثر من أربعة، وأن العناصر الموجودة في جسم الإنسان هي كل العناصر الموجودة في التراب وفي الأرض.
واكتشفوا أيضا معجزة ثانية للإمام الصادق في هذا الحديث الصغير، وهي قول الإمام الصادق أن أربع من العناصر الموجودة في جسم الإنسان أكثر من سائر العناصر الموجودة في جسم الإنسان. اكتشف صدق هذا الكلام، العناصر الأربعة عبارة عن الأكسجين والهيدروجين والأزوت والكربون، هذا في جسم الإنسان أكثر من العناصر الأخرى الموجودة في جسم الإنسان من 102 عنصر. يعني 102 عنصر موجود في جسم الإنسان، لكن فرد عنصر 8 كيلوات، فرد عنصر غرام، فرد عنصر 4 كيلوات، فرد عنصر غراميا فقط مثلا. فتبين علميا أن الإنسان الذي يتكلم والإنسان الذي يسمع، علميا تبين أنه مأخوذ من الأرض، ليس آدم فقط من تراب، وإنما أنا المتكلم الآن معكم وأنت السامع الآن مني، أنت وأنا أيضا مأخوذان من تراب، أخذنا من التراب. هذا هو الشاهد العلمي الذي أخذ فيه الإنسان من التراب، والشاهد حسي أكو. نحن الجالسون الآن هنا، أين كنا قبل 50 سنة و60 سنة و70 سنة و20 سنة؟ واضح أن الماء نزل من السماء فنبتت الأرض. الأرض أنبتت النبات، من أين أنبتت؟ من الماء، من ماء السماء. النبات أكله الحيوان فتحول إلى لحم. الحيوان من أين؟ حيوان ما نزل من السماء، وإنما الأرض تحولت إلى النبات، والنبات تحول إلى الحيوان، والحيوان أكله أبي وأبك وأمي وأم الإنسان الآخر. الحيوان والفاكهة والتفاح والموز وما أشبه دخل هذا في المعدة، والمعدة في الحقيقة هائلة في جعل هذه المواد بالرميم العصارى المعوي كيلوسا وكيموسا، على الاصطلاح الطبي العلمي يسمى كيلوس ثم ينتقل إلى كيموس في المعدة، ومن المعدة بسبب عروق صغار تسمى مساريقة أو مساريقين، هذا الكيلوس والكيموس ينتقل إلى الكبد، والكبد في الحقيقة معمل هائل. هذا القطع الكبد التي نأكلها من الخروف ومن الدجاجة ومن البقرة ومن الإبل، هذه معامل هائلة معقدة مدهشة. 500 معمل تشتغل في هذه القطعة، حيث توصل العلم إلى هذا الشيء، 500 معمل، حتى تحول اللبن والحليب وشربة البنت وما أدري الفاكهة الكذائية واللحم الكذائي، تحولها إلى دم. ماكو معمل في كل العالم أنه يتمكن هذا المعمل أن يحول الطعام إلى دم، ماكو أبدا هالقطع تحول. والعلماء يقولون أن هذه المعامل إذا أردنا أن نصنعها نحن، كم تأخذ مسافة من المكان ومن الأرض؟ يعني أننا أردنا أن نحول كبدا إلى معامل في الخارج، مثل معمل الكهرباء، معمل الماء، معمل الثلج، معمل الألمنيوم، نريد أن نحول الكبد كهذه المعامل. العلماء يقولون إن كبدة واحدة من آن المتكلم أو من أنت الجالس أو حتى من هذا الطفل الجالس هنا
يحتاج مسافة 50 كيلومتر، يعني لازم منا إلى الجهرة ووراء الجهرة في 50 كيلومتر حتى تأتي بكبد مصنوع في الخارج. يتحول الأكل والطعام والماء واللبن والحليب إعجاز إعجاز إعجاز. اسأل الأطباء، يتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى الدم. هذا الطفل الرضيع الذي خرج من بطن أمه ويشرب الحليب، الحليب له لون وله طعم وله رائحة وله خاصية. هذا الحليب هذا ينزل في معدته ومن معدته إلى كبده، ثورا كل شيء يتحول من هذا، لونه أحمر، رائحته رائحة الدم، خواصه غير ذلك، طعمه غير ذلك، لأن الدم كما تعلمون طعمه حلو، من طبيعة الدم الحلاء، لذا أن من يزيد الدم في جسمه يصبح ريقه حلو شوية، سكر أكو فيه أو قند أكو فيه كما يقولون. من يحول هذا الحليب ليل نهار إلى هذا اللون؟ واقع هذا مدهش لا يعرفه حتى أخصائي الأطباء للكبد. اسألوا منهم، وكما نقرأ في كتبه. بعد ذلك هذا الدم يتحول تحولا مدهشا عجيبا معقدا إلى مني. من أين المني؟ من هذا الدم بعد. والمني يأتي جنينا ويأتي إنسانا من التراب. التراب صار نباتا، صار حيوانا وفاكهة، أكله أبي وأمي وأبوك وأمك، فأصبح كيلوسا وكيموسا في المعدة، ومن المعدة تحول إلى الكبد أصبح دما، والدم تحول إلى مني، والمني تحول إلى إنسان. التراب مشى 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 حتى صار هذا الإنسان الجالس هنا. يعني أنت إذا رجعت إلى الوراء كلنا كنا قطعا من التراب، إما من تراب الكويت أو من تراب النجف أو تراب كربلاء أو تراب إصفهان أو تراب مصر أو أي تراب. نفس هذا التراب الله سبحانه وتعالى حوله جعله إنسانا يشعر ويبصر ويتكلم ويسمع ويفكر ويمشي ويبطش، ونفخ فيه من روحه، لأننا نحن التراب بالإضافة إلى روح الله. روح الله يعني مو قطعة من الله، وإنما روح مشرفة بالانتساب إلى الله. وبعد أيام قلائل يأتي يوم يؤخذ هذا الروح من هذا، يعني هذا الباتريا الذي يسمى روح، هذا البنزين الذي يسمى الروح يخرج من هذا. إذا خرج انتهى كل شيء، يذهب تحت التراب ويبقى سنة 6 أشهر أقل أكثر، وإذا به تراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا المصير القطعي. ثم قبل المصير يا إخوة إحنا شنو؟ قبل أن نصبح ترابا، الحقيقة هل فكرتم في أننا نموت موتة طبيعية ثم أقرباؤنا بكل احترام يدفنوننا تحت التراب ويصلون علينا؟ هذا صحيح في كثير من الناس، وهل تعلمون أن كثيرا من الناس أيضا قبل أن يصبحوا ترابا تأكلهم الوحوش في الصحارى، أو تأكلهم الحيتان في البحار؟ هذا مصيرنا. قبل أن الإنسان يصبح ترابا، هذا الجسم المتكلم
وهذا الجسم السامع ماذا يمر عليه؟ هل يصبح في البحر لأكل الأسماك؟ هل يصبح في الصحارى لأكل الحيوانات؟ هل يحترق ويصبح فحما؟ كل ممكن، هذا شيء. الشيء الثاني، هل جسمك وجسمي يحترم بعد الموت؟ لا معلوم، لعل أحدنا مات في مكان ولم يطلع أحد على موته حتى صار منتفخا ومتعفنا. أما سمعنا في القصص؟ أما رأينا؟ كان عندنا صديق الله يرحمه برحمته الواسعة، هذا اسمه سيد معصوم، إنسان طيب مهذب، مو عالم، إنما هو يسكن في إحدى غرف المدرسة، هناك مدرسة في كربلاء تسمى مدرسة الحسن خان، مدرسة كبيرة كانت ذاك اليوم. هذا ما عنده زوجة ولا عنده أهل، هذا في زمانه وقبل ما يقارب 15 سنة. هذا كان ينام في غرفة المدرسة وحده، وهذا مكروه شرعا أيها الإخوان. لعن رسول الله من ركب الفلاة وحده، ولعن رسول الله من نام وحده، ولعن رسول الله من أكل زاده وحده. إنسان وحده لازم لا يسافر، لأنه أصابك الشيء وأنت وحيد، خصوصا في الزمان القديم الذي ما كانت هذه المواصلات، وحتى في هذا الزمان انحرفت والعياذ بالله سيارتك عن الجاد، أو عطشت ولم تعرف شيئا وأصابك ألف مصيبة. مكروه أن يسافر الإنسان وحده، مكروه أن ينام الإنسان وحده. نمت وحدك في غرفة وإذا في نصف الليل جاءك خاطر مهول، خاطر خيال أقصد، مهول، أو جاءك أرياح وغازات في بطن الإنسان أو ما أشبه، ولا أحد هناك، فما مصيرك؟ أو أن الإنسان الذي يأكل زاده وحده هذا علامة اللؤم، قد يكون ماكو أحد، لا بأس، قد يكون في عائلتي وفي داري وعند أصدقائي وجيراني وأنا أكل وحدي، هذا علامة لؤم الإنسان. ولذا في الأحاديث هذه الأشياء مكروهة، وهذا الإنسان معرض للخطر. هذا المعصوم كان ينام في الغرفة وحده، أصدقائه الطلبة رأوا أنه يوم يومين ثلاثة أيام ما يتبين، تعجبوا يسألون من هذا من هذا، هذا المعصوم وين راح؟ قسم قالوا سافر إلى النجف، قسم قالوا سافر إلى الأكاديمية، ومجهول مصيره. فرد يوم من غرفته رائحة متعفنة والباب مقفل، كسروا الباب، وإذا هذا السيد الضعيف ضعيف أركان، وكان بالجزاء أنه خالف هذا الحديث ميت في الليل، مات في الليل، وكل أحد لا يعلم، ما بقي يومين ثلاثة أيام، وإذا جسمه ينتفخ انتفاخا هائلا ويتعفن ويجري من فمه وعينه وأذنه ومواضع أخرى الدم والقيح. أخبرت على ذاك اليوم في كربلاء، كنت أنا وهذا من أصدقائي كان، لأن هذا الشيء الأطباء يعلمون يسبب الكوليرا ويسبب الوباء، رائحة الميت بسرعة يسبب الوباء والكوليرا. قلت فليذهب إلى الصحة، وليأتي الصحة ويحمله في السيارات المعدلة هذا الشيء. الشاهد أننا نموت ونتحول إلى تراب، وقبل ذلك هل تحترم جثثنا؟ من الممكن أن نموت هكذا، ومن الممكن أن يأكلنا السباع والوحوش والحيتان، ومن الممكن الثالث أو الرابع أن تقع جثتك وجثتي تحت سكاكين الأطباء. يا إخوان، الأطباء الذين يقرؤون الدراسة في الكليات، هؤلاء على جثث من يجربون؟ على جثث البشر. هذه العين الجميلة أو الأذن الكذائية
أو اليد أو الرجل أو ما أشبه، كلها تقع تحت سكاكين الأطباء قطعا وشقا وتفريقا وتزييدا وتنقيصا. والبلاء مسألة شرعية، إن هذا الشيء وهو إجراء التجربة على جسم الإنسان، هذا في حالة الضرورة القصوى جائز، في حالة الضرورة القصوى، كما أن في حالة الضرورة القصوى يشق بطن الإنسان لعملية أبندسيت أو لعملية البصران الأعور، هذا جائز في حالة الضرورة القصوى. أما في غير حالة الضرورة القصوى النبي الأعظم يقول حرمته، يعني الإنسان ميتاً كحرمته حياً، يعني شلون أنت حي ولك احترام، فإذا مت نفس الاحترام لك. وإني شخصياً أرجو أن يأتي يوم يكشف العلم ما يغنينا عن تشريح الجثث، يعني أنه يأتي أجهزة وآلات نتمكن بسببها أن نكتشف كل الأجهزة في داخل بدن الإنسان وكل الخلايا وكل الخصوصيات، حتى لا نحتاج إلى هذا الشيء، لأن هذا الشيء لا شك إنه إهانة للإنسان. أنا قرأت قبل 5 سنوات أو 6 سنوات في مجلة العربي الكويتية تقول إن الحكومة الأمريكية منعت من أن تجعل جثث الأمريكيين لكليات الطب والتشريح، وإنما جثث غير الأمريكيين من الذين يشترونهم من الخارج تجرى عليهم التجربة. هذا في مجلة العرب الكويتية وأنا قرأته بالذات، لأن الأمريكيين قالوا الفرد الأمريكي محترم، فما دام يمكن هذا الاحترام بشأنه لماذا نشرح جثته، وإنما نشرح جثث الذين نأخذهم من الخارج ونشتريهم من الخارج. الإسلام احترم الإنسان. ثم هناك مسألة ثانية، وهو أن الدكتور أو الدكتورة، لأن قسم من البنات دكتورات وطبيبات هنا يحضرون حسب أسئلتهم، وقسم من الشباب أيضا في سبيلهم إلى الطب ولا أن يصبحوا دكتور، هذا ما له حق أن يزيد في المقدار الواجب علميا وطبيا، يعني أنه في كلية الطب وجثة يجب أن يشرحها لأجل الاطلاع على مجاري المرض، فليس له الحق إذا كان الواجب أن يشرح ميتا أن يشرح ميتين، أو ليس جائزا إذا كان الواجب أن يشرح الرأس أن يشرح اليد إضافة إلى هذا، لأن هذا حرام لا يجوز إلا بقدر الضرورة. ثم نقول مسألة ثالثة، لأن جماعة من الأطباء سواء في العراق سألوا عنا في أيام كنا وسواء هنا أيضا سألوا عنا، وهي مسألة غسل الميت. الإنسان الذي يلمس إنسانا ميتا غير مغسل فعليه الغسل. الأغسال الواجبة كما تعلمون 6، غسل الجنابة. ولعلم الشباب، لأن هذه في الحقيقة كانت مسألة كلش كثيرة الابتلاء، ولعل في شهر رمضان إني سئلت من هذه المسألة لعله أكثر من 50 مرة. الجنابة مو خاصة بإنزال المني، الدخول بلا إنزال المني أيضا يوجب الغسل على الرجل وعلى المرأة ولا باكو مني، كما أن الدخول أيضا بلا إنزال والكفارة ولا بلا إنزال مني. إنزال المني قسم والدخول قسم آخر. الأغسال الواجبة غسل الجنابة، غسل الحيض للنساء، غسل الاستحاضة، غسل النفاس، غسل الميت يعني يغسل الميت في المغتسل، وغسل مس الميت، الميت الذي تمسه
إنسان مات والعياذ بالله من أقربائنا وأصدقائنا تقبلناه، واجب عليك أن تذهب وتغتسل. وهذا الطبيب أو الطبيبة في كلية الطب إذا لمس جسم ميت، هذا الميت غير مغسل، بعد ذلك إذا أراد الصلاة أو الصيام أو قراءة أو مس كتابة القرآن وجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت. وغسل مس الميت مثل غسل الجنابة، غسل الرأس والرقبة أولا، ثم الطرف الأيمن ثانيا، ثم الطرف الأيسر ثالثا. نحن كان كلامنا في أننا قبل أن نصبح ترابا نمر بماذا؟ نمر بالحيوانات الكاسرة والآكلة، نمر بما أصابه هذا الرجل الذي نقلته السيد معصوم، نمر بسكاكين الأطباء والطبيبات، نمر بموديل جديد في الحقيقة استغربت جديدا من هذا الشيء، وقلت في الحقيقة يجب على الحكومات جميعا منع هذا الشيء في مدارس الهند، جديد هذا موديل 78 في الحقيقة استهتار بحق البشر إلى أين وإلى حيث. نقلته الصحف العالمية والأنباء العالمية قبل الشهر، حدث في الهند في مدراس بلد في الهند، أن الجماعة من الأطباء الذين لا يحترمون الإنسان أنهم جعلوا تمثيلية من جثث الأموات ومن جماجم الأموات ومن الهياكل العظمية للأموات، يعني التمثيلية جعلوها في ليل وبضياء خافت، وحضره الجماهير المشاهدون، وإذا جثة تمشي وتتكلم، جثة ميت تمشي وتتكلم بالمسجلة وبالباتري، وهيكل عظمي يؤشر، ويافوخ وجمجمة ورأس ميت يضحك أو تضحك أو يتكلم أو تتكلم، وجعل الأصوات كما نقلته الصحف والأنباء العالمية، جعل الأصوات كأنها خارجة من القبر. وفي جو مرعب، كل من ذكر هذه القصة من الأنباء العالمية قال في جو مرعب مدهش، لأن الإنسان حتى نحن الجالسين هنا إذا رأينا جسم ميت، ميت حقيقي ها مو خيالي، لا، إذا رأينا جسم ميت بلا رأس أو رأس ميت بلا جسم أو هيكل عظمي ثم إضافة إلى هذا يتكلم ويمشي ويتراقص ويضحك ويبكي ويحكي ويعانق، في الحقيقة يدهشنا هذا الشيء دهشة مذهلة. جعلوا هذا الشيء، هذا أجسام إنسان أيضا، هل أجسام هذه الأفراد استخرجوها من المقابر أو استخرجوها من كلية الطب أو استخرجوها من أين؟ الآن هنا في المتحف العلمي كلكم شاهدتم هذا الشيء، وأنا شاهدته قبل 3 سنوات 4 سنوات، إذا دخلت في المتحف العلمي وإذا بهيكل عظمي لامرأة يقال إنها فرنسية. فهل يا إخوان نحن إلى أن نصير ترابا مصيرنا هذا المصير؟ ممكن البشر يصبح ذات يوم تراب، وقبل أن يصبح ترابا من الممكن أن يمر بهذه المسيرات الصعبة، في الحقيقة مسيرا صعب وصعب، لنفس الميت صعب ولأقربائه صعب. أيها الإخوان، أيكم إذا سمعتم أن ولدكم الذي مات شرح جسمه أو أكله حيوان أو انتفخ جسمه وتأذى الناس من رائحته ألا يحزنه هذا؟
الإنسان إذا مات هو حي. خلقتم، الرسول الأعظم يقول خلقتم للبقاء لا للفناء. إنسان لا يفنى، وإنما روحه يخرج من جسده ويكون في عالم آخر، عالم ثان يسمى بعالم الأرواح. وهذه التحضيرات للأرواح شاهد على هذا الشيء. أكو فرد كتاب أني أوصي الشباب بقراءة هذا الكتاب، كتبه عالم بريطاني جدا كبير مختص بقضايا الأرواح، اسم الكتاب، وكتاب مترجم إلى عدة لغات عالمية من جملتها اللغة العربية، واسم الكتاب على حافة العالم الأثيري. رجل حجة، حجة نقصد بأنه حجة في فنه. في الحقيقة أنا كنت أقرأ هذا الكتاب في العراق ذات يوم، شفت عجيب هذا الكتاب، الرجل مسيحي لكنه يقول عن الأرواح أشياء قاله الإسلام، يعني لا ينقص شعره ولا يزيد شعره. يعني هذا الرجل اكتشف هذا الشرك. اسم من بطبيعة الحال، ولا أقول كل الكتاب، الكتاب ما يقارب 100 صفحة 120 صفحة، لكن كتاب ثمين جدا جدا ومعترف بهذا الكتاب جدا. قال هذا الكتاب عن الأرواح ما قاله رسول الإسلام والإمام الصادق قبل 1400 عام. وأخذوا الكتاب وراجعوه وطالعوه وشوفوا. الشاهد أننا إذا متنا لا نموت، وإنما تموت أجسادنا فقط، وأرواحنا كباتري يخرج من أجسادنا لا أكثر ولا أقل، وإنما ننتقل إلى عالم آخر. وفي القرآن الحكيم الله تعالى يقول لتركبن طبقا عن طبق، يعني أنه تركبن حالة بعد حالة على طول الخط. كنا ترابا صرنا نباتا، صرنا لحما صرنا كيلوسا، صرنا كيموسا صرنا دما، صرنا منيا صرنا جنينا، مضغة علقة ما أشبه، عظاما وليدا يافعا. الآن شاب يجلس ويسمع، وشيخ يجلس ويسمع، وإنسان يتكلم، وبعد ذلك طبق ثاني بعد. ولا نعلم أن بعد تلك الأطباق ما هي. لذا نرجع إلى الآية، كانوا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. يا إخوان نحن نموت ونصبح تحت التراب لنسارع في الخير قبل الفوت. يأتي يوم لا الدكتور ولا المهندس ولا العالم ولا الخطيب ولا التاجر ولا الكاسب ولا الأمير ولا الوزير يأتي منه أي شيء، خلاص انتهى. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان يقول في نهج البلاغة، وفي الحقيقة أوصي الشباب كلهم بلا استثناء، وأوصي الشابات بلا استثناء بقراءة نهج البلاغة من أوله إلى آخره ولو 20 مرة. الإمام أمير المؤمنين يقول ساع سريع نجا وطالب بطيء هوى. لنفرض والعياذ بالله ولا سمح الله دار احترقت، هؤلاء الذين في الدار كلهم يريدون الفرار والهروب، هذا لا شك فيه، لكن فرق الشخص الذي يقفز ويركض ويعدو ينجو، أما ذلك الإنسان الثاني أيضا يريد الخلاص والهروب لكن تدريجا بهدوء يمشي، هذا تختطفه النار وتأكله. الإمام يقول هذا مثلنا، ساع سريع نجا وطالب، طالب هو طالب يطلب النجاة، وطالب بطيء هوى. الإنسان يجب عليه أن يسرع في الخيرات، أي خير يأتي من يده. في الحقيقة قبل سنة في أيام رمضان أو في أيام عيد الأضحى لا أعلم،
قصة جميلة اتفقت لأحد التجار الخيرين في إحدى البلاد الإسلامية. حقيقة أني أعجبت بهذه القصة أيما إعجاب، لأنه فن جديد في الخير ما كنت سامعه قبل هذا. هذا التاجر المحترم، أكو خيرات عندنا معروفة، حسينية، مسجد، مدرسة، خطيب، عالم، إشاء، سحور، هذول خيرات معروفة. هذا التاجر ابتكر فكرا جيدا عجيبا في عمل الخير في عاصمة من العواصم الإسلامية يسكن. ذهب إلى مدير السجن في أيام العيد، أحد العيدين، إما عيد رمضان أو عيد الأضحى المبارك، في أحد العيدين ذهب إلى مدير السجن. قال: هل لك أن تقدم لي قائمة بأسماء السجناء اللي عندك وجرائمهم؟ لأن السجناء معروف كل واحد عندهم مثل المستشفى. إذا ذهبت إلى المستشفى ترى إلى جنب كل سرير مرض هذا المريض واسمه وخصوصياته ودكتوره. قال: هل لك أن تقدم لي؟ قال لمدير السجن: هل لك أن تقدم لي قائمة بأسماء هؤلاء السجناء اللي في سجنك؟ قال: لا بأس. فقدم له قائمة، أخذ ينظر في القائمة. في القائمة إنسان قتل إنسانا عمدا، لأنه جناية إسلامية وسجنه 25 سنة مثلا. إنسانا قتل إنسانا بغير عمد وحكم عليه بالسجن 3 سنوات كمثل أقول، هذا جرم غير إسلامي، هذا جرم قانوني، ومن حمق القانون في العالم أنه يسجن غير المتعمد. أنا ما تعمدت، لماذا يسجن؟ والإسلام لا يسجن مثل هذا الإنسان أبدا. وإن شاء الله في ليلة أنقل لكم بعض القوانين الإسلامية مقارنة بالقوانين العالمية وحمق القوانين العالمية حمقا عقليا، يعني عقل كل طفل يشعر بأن هذا القانون أحمق. الإنسان مو مجرم، لماذا أخذ أنا؟ أنا سيارتي كنت أسير بها سيرا معتدلا في الشارع حسب الموازين، وإذا بامرأة أو رجل أو طفل قفز من مكان إلى مكان وانسحقت بالسيارة، أنا مو مجرم قطعا، مو مجرم. لكن القانون في أغلب العالم، أنا ما أقول في هذا البلد أن القوانين موجودة لأن ما أدري في الحقيقة، لكن إني جربت كثير من القوانين أيام كنت في العراق، كنت أطالع القوانين اللي هناك كان في أيام الملكيين وعبد الكريم وهذول، كنت أطالع قوانين. حقيقة قوانين يضحك منها الطفل، لماذا هذا يسجن؟ أنا مو مجرم، وأنت تعترف هذا لم يخطأ، سيارته تمشي بهدوء وحسب الموازين، وإن ذاك قفز فهو المجرم وهو الذي أهدر دمه، مو أنا، أنا شو خصني؟ لكن القانون يقول اسجنه 6 أشهر. هذا التاجر رأى في القائمة فلان قتل إنسانا عمدا، قال هذا جرم إسلامي اتركه. فلان اختطف فتاة، هذا جرم إسلامي، يعني الإسلام يعترف بأنه جرم اتركه. هذا الإنسان قتل إنسانا من غير عمد خطأ، هذا جرم. شنو هذا؟ سجنه لنفرض سنة. زين لماذا سجن؟ لأنه كما تعلمون في أغلب القوانين العالمية أن هناك سجن أو غرامة بدله غرامة. قال هذا شكرا غرامته؟ قال لنفرض 100 دينار. زين، واحد آخر هذا مجرم. لماذا مجرم؟ لأنه مديون ولم يعد دينه، عنده فلوس ولا ما عنده فلوس، قال هذا مجرم إسلامي. زين شكرا غرامته هذا؟ 250 دينار. والثالث والرابع والعاشر والعشرين رأى القائمة الطويلة العريضة العميقة في السجناء، وإذا نصفهم مو مجرمين جرما إسلاميا ونصفهم مجرمين جرما إسلاميا، شارب خمر معرض، قاتل إنسان، ضارب إنسان، مختطف فتاة وما أشبه.
قال زين إيران هذول شكتر هذول مو مجرمين جرما إسلاميا. شكتر جرائمهم؟ حسب الجرائم صار ما يقارب 40,000 دينار كويتي. هذا قسموه في الكويت في أحد العواصم العالمية الإسلامية. ما يقارب 40,000 دينار. قال زين كتب فرصك باسم السجن والمحكمة 40,000 دينار. قال زين مدير السجن قال هذا مو بيدي لازم نراجع المحكمة. قال زين أنا أجي وياه. قال هم ما يصير هالشكل لازم تأخذ محامي. قال ما أخذ محامي. راح شافر المحامي وراجع المحكمة والحاكم ودفع الغرامة وإذا 300 إنسان يخرجون من السجن في أيام الأعياد. حقيقة شفت هذا ابتكار في الخير. الخير ألف لون أكو، 10,000 لون أكو، وكل إنسان يتمكن من أن يعمل الخير، خيرا بالمال، خيرا باللسان، خيرا بالمشي، خيرا بالقلم، خيرا بالتشجيع، بكل أنواع الخير. فرد واحد من علمائنا كان ينقل لي قبل أتصل قبل 30 سنة أو أكثر، أحد علمائنا كان وفي نفس الوقت كان خطيبا أيضا الله يرحمه برحمته الواسعة السيد أحمد القمي، لعل السيد يعرفه، كان في كربلاء كان يسمى حجر أحمد القمي الله يرحمه. هذا نقل لي قال أنا فرد يوم قيل لي إن فلان تاجر توفي. هذا مثال ثاني لعمل الخير. قال هذا كان صديقي فذهبت إلى تشجيعه. شفت في التشجيع كل الناس متأثرين، قسم يبكون قسم عادي لكن متأثر. قلت لهم لماذا هذا البكاء وهذا هذا إنسان مؤمن متدين رحمه الله وكان خوش إنسان لا بأس به وتوفي لكن ما يحتاج إلى هالكثر التأثر. في الحقيقة الله تعالى جعل فاعل الخير محبوبا للناس في حياته وفي مماته. إذا أردتم وأردتن أيتها الفتاة أن يحبكم الناس فاعملوا الخير، اعملوا الخير، قولوا الخير، لسانك طيب، يدك عامل للخير، خطوتك خير، عينك خير، إشارتك خير، نجعله خيرا خيرا. يقول قال لي أحد التجار من أصدقائي قال بعد التشجيع أنا أقول لك الكلام لأنه لعلم الإخوان مكروه هذا العمل الذي نحن نصنعه كلا إلا من خرج بالدليل. في تشجيع الجنازة الكلام مكروه، حتى السلام مكروه. يعني تسلم على مشيع جنازة لا تسلم، خليه يفكر في الموت. 5 مواضع السلام مكروه. السلام على المصلي، إنسان جاي يصلي يسلم عليه مكروه، لا تسوي. السلام على الإنسان الذي يأكل الطعام مكروه، لا تسلم عليه. السلام على الإنسان الذي في الحمام مكروه، لا تسلم عليه. وكذلك السلام على الذي في تشييع الجنازة، هذا مكروه. السلام على نفرين جالسين يتكلمان معا كالنجوى وما أشبه، نسلم عليهم مكروه. وإني أوصي الشباب مرة ثانية بمطالعة الفارسي منهم كتاب حلية المتقين للشيخ المجلسي، والذي لا يعرف الفارسية يطالع كتاب مرآة الكمال للعلامة الماماغاني. هذا كتب الكتاب عربيا آداب الإسلام، آدابه في السلام، في الجلوس، في الزواج، في الأكل، في الحركة، في السكون، في السفر، في النوم، في اليقظة، في استعمال الأغذية، في استعمال الأدوية، في استعمال العطر، في استعمال الدهن والمكبر. راجعوا هذين الكتابين. هذا حاجة أحمد القمي الله يرحمه كان يقول، قلت لهذا التاجر في التشيع أنه لماذا هالتأثر من الناس؟ قال بعد التشيع أقول لك، لأن أيضا مكروه إنسان يتكلم في التشيع وإنسان يضحك بعد أكثر كراهة، كلش مكروه.
هذا ميت لا يدرى مصيره، وأنا تحت وراء جنازته أضحك أو هو يضحك، أو نشتغل بأحاديث الدنيا. يجب أن نفكر في المصير والمسير. قال بعد التشريع أقول لك القصة. يقول انتهى القصة، قال سببه هو التأثر، لأن هؤلاء كلهم رأوا من هذا الرجل خير. أي واحد شايف منه خير لا هذا متأثرين له. قال أمثل لك مثال. ثم قال فلان إنسان تشوفه هذا كاسب، كاسب محترم. قال لي قال هذا الكاسب المحترم، هذا التاجر سواه كاسب محترم. شلون؟ ما أدري. قال هذا التاجر الميت هذا كان رايح إلى خراسان ومشتري فرد فيروزج ذاك اليوم قيمته جدا كبيرة، وجاء بالفيروزج إلى زوجته، لأن متزوج جديد هذا التاجر الميت كان متزوجا جديدا، جاء بالفيروزج إلى زوجته. في طريقه لما وصل إلى بلده وإذا يسمع أذان المؤذن، ما راح إلى البيت، راح إلى المسجد، واستحب الإنسان إذا سمع الأذان يركض إلى الصلاة، فاسعوا إلى ذكر الله، وإن شاء الله في الليل نتكلم عن الصلاة إذا صارت مناسبة. راح إلى الصلاة وظل وجعل هذا المحبس تحت منديل على سجادته. فرد واحد كان إلى جنبه جالس، هذا التاجر مو ملتفت يعني بنظر ذاك، لكنه ملتفت، وإذا ذاك الرجل يشيل هذا المحبس يختطفه يسرقه. هل فكر في الصلاة أنه لابد أن هذا الرجل مو وجهه وجه حرامي وسارق، لابد الاضطرار الجاه إلى هذا الشيء؟ لما انتهى من الصلاة توجه إليه وسلم عليه على ذلك الإنسان الذي إلى جنبه، قال له سلفا أقول لك إني وهبت لك هذا المحبس، المحبس مالك، لكن أريد أقول لك فرد شيء، ولما كنت أريق ماء وجهك وكنت أشعر نفسي بأني ما شعر هذا المحبس، تروح في السوق الناس يأخذون منك كفيل، يريدون منك كفيل، وأنت لا تعرف الكفيل فيلقى القبض عليك لأنك سارق. أنا كفيلك، ولماذا أنت أخذت؟ أنت مو من وجهك حرامي وسارق. يقول هذا هو يتأثر هذا الكاسب، قال في الحقيقة أنا كاسب بسيط واتكسرت وما ساعدني أحد. المساعدة يا إخوان تعليق هنا مو بس للفقير، الكاسب المتكسر أيضا واجب مساعدته. المتزوج الذي لا يتمكن على دار أو أثاث واجب مساعدته، حتى إذا مو واجب شرعيا واجب أخلاقيا. قال له التاجر لا بأس، تعال معنا نروح إلى السوق. ذهب معه إلى السوق وباع المحبس بكمية كبيرة وكملها من جيبه الخاص، واشترى لذلك الكاسب المتكسر دارا ودكانا، وجعل داره قسمين براني ودخلاني على اصطلاحهم، وقال اجلس في الدخلاني والديواني البراني أجره للناس حتى يساعدك في مؤونتك ومعونتك. وبعد أيام قلائل هذا هذا الكاسب استرد حالته وصار كاسبا معتادا. قال شوف هذا العمل منه، ثم هو لم ينقل القصة لأحد، وإنما نفس هذا الكاسب نقل القصة. الخير الحقيقة الإنسان يجب أن يكون خيرا. الله يمدح أنبياءه، أنبياء الله يمدحهم بأنهم كانوا يصلون أو كانوا يصومون أو كانوا يحجون، كله صحيح وكله في آيات القرآن يذكرت. لكن الله في هذه الآية التي تلوناها بعد ذكر جملة من الأنبياء يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، مسارعة الخير. صلاة واجبة إن شاء الله نصليها، صوم واجب نصومه،
الخمس واجب نؤديه، الحج واجب نذهب إليه، لكن الله يمدح هؤلاء. شوف في رأس قائمة مدحهم، إنهم كانوا يصارعون في الخيرات. سعدي يقول في ديوانه فريد شعر جميل جميل رائع، أنا لعلي أحفظ هذا الشعر 40 سنة أو أكثر أو أقل، يقول في شعر فارسي بطبيعة الحال، يقول عبادات بجز خدمة خلق نیست، بسجاده و خرقه و دلق نیست. عباده افضل العباده، الصلاة عبادة، لكن الرسول العظم يقول الإصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام. أنت صليت 70 سنة وصمت 70 سنة ثم أصلحت بين أب وابن وبين أخ وأخ وبين زوج وزوجة، وإذا يوم القيامة يعطوك 1,000,000,000 دينار لصومك وصلاتك، ويعطوك 10,000,000,000 دينار لهذا الإصلاح. الرسول يقول إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام. إنسان لازم يكون خير، يعمل الخير. وفي الحقيقة إن مجتمعنا تحطم لأن صار الخير فينا قليلا. إن شاء الله في اليوم الثاني نذكر أسباب تحطم المجتمعات الإسلامية بصورة عامة. لماذا؟ من جملتها هذا. الله يمدح هؤلاء الأنبياء العظام كإبراهيم وإسحاق ويحيى وهؤلاء، وبعد آيات طوال يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. بعد ذلك يقول ويدعوننا رغبا ورهبا، يجعل دعاء هؤلاء إلى الله بعد، يعني في الدرجة الثانية من القائمة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وفي السلم في القائمة في الدرجة الثالثة يقول وكانوا لنا خاشعين. خضوع هؤلاء لله يأتي في الدرجة الثالثة في نظر القرآن. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.